ايه الفرق ما بين القطرة وعربيات القطر؟ قطرة بشد القطر ده اللي بيسموها الونش، يعني مش كده بيسموها الونش؟ برضو ايام زمان كان عندنا بيسموها الونش، يعني الونش بيشد العربيات. يعني ايه الفرق بين القطرة وبين العربيات؟ مين يقول لي؟ حاجة بديهية يعني. فضل فضل. نعم؟ أيوة. يعني القاطرة فيها الموتور، فيها الطاقة، والعربيات دي ما فيهاش، مش كده؟ لما تروحوا بعض المحطات الكبيرة ويبقى في عربية عايزين يركنوها، تبص تلاقي القاطرة دي تزقها زقها كده، تطلع تجري العربية تجري، بس تقعد لنا إيه؟ شوية 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 تيجي إيه؟ تيجي واقفة. ليه؟ ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش طاقة، ما فيهاش موتور زي ما أنت بتقول. الدفع الأول إنها تجري قوي، بس شوية 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 بس لقيت واقفة تاني. أنا مش عايز إحنا نكون كده. لابد أنت تكون فيك طاقة وقوة داخلية تخليك دايما متحرك ودايما لقدام. لكن لو أنا أعيش كده بالزق مش هينفع. وأخاف إن يكون يعني ساعات بيبقى الزق ده تشجيع من حد، شوية أنشطة حلوة زي بتاعتكم دي، بس مش هو ده كل حاجة، مش هو ده كل حاجة. لابد يكون عندي جوايا قوة داخلية، ضمير روحي يخليني إن أنا أبقى دائما قوي. أم لما ترميني فين أنا قوي؟ لما أمسك خدمة عمري ما هسيبها لما أكون وراي إيه؟ الإنسان بقى اللي زي على العربية ده اللي بيتزق زقة ده ويمشي، بعد شوية تبص تلاقيه وقف زي ما بنقول، زي ما قلنا على العربية دي، بعد شوية تلاقيه وقف. إنسان جه عمل أنشطة جميلة وعملنا ما أعرفش إيه وما أعرفش إيه، وشوية شوية شوية ما لقيناهوش. وقف. خطر. خطر جدا. وتلاقي في ناس لأي سبب تبص تلاقيها سابت الخدمة مثلا. يمكن مشكلة معينة، ظرف معين، أي تغييرات، واحد اتخرج من الكلية مثلا، طب يعني عشان اتخرجت من الكلية تسيب الخدمة؟ أو واحد اتجوز، ولا واحدة اتجوزت. كنت ساعات تسأل إيه زمان، كنت أسألك في الاجتماع، فين فلان يا جماعة وفين فلان؟ يقول لك أصله اتجوز. طب يعني أصله اتجوز؟ يعني عمل إيه أصله اتجوز دي يعني؟ طب إيه يعني لما اتجوز؟ يسيب المسيح يعني؟ يسيب الكنيسة؟ هنعمل زي المثل المسيح قاله اللي قالهم، واحد عنده، واحد اتجوز والتاني مش عارف عنده جوزين بهايم عايز يروح يدربهم، حاجات يعني حجج مش تمام. إذن يا أحبائي، خلاص إحنا دلوقتي بنعيش في الخدمة بتاعتنا حاجتين مهمين قوي. أنا كل خدمتي خلاص نفسي وخلاص المخدومين اللي بخدمهم، ده هدف الأساسي. لو انت بتخدم خدمة جميلة جدا وحياتك الروحية ضاعت منك، ده ما ينفعش. لو انت بتخدم خدمة أنشطة وشوية حاجات وما بتدورش على خلاص النفس، برضو ما ينفعش. لازم يبقى الهدف واضح قدامي، خلاص نفسي أولا وخلاص المخدومين معايا. زي ما بولس الرسول لما بعد تلميذه تيموثاوس قال له ايه؟ قال له لاحظ نفسك والتعليم، الاثنين، يلاحظ نفسه والتعليم اللي هو الخدمه. فعشان كده انا عايز ان احنا نحط الاساس ده، ان احنا نبتدي نهتم جدا بخلاص انفسنا وخلاص الاخرين. عشان كده عايزين نجهز حياتنا بقى الروحيه، عايزين نجهز حياتنا.
مش عايزك انك انت يكون الدافع هيبقى مؤقت. ما هو الدافع اللي احنا بنعمله ده دلوقتي مش هيبقى كل يوم، مش كل يوم عندكم مشاريع، مش كل يوم عندكم مؤتمر. فاوعى يكون هو ده الدافع بس، ده خطر. ده احنا روحنا المؤتمر، ده احنا عملنا مشاريع، ده طب وبعدين؟ فانا مش عايز يكون ان انا يعني زي ما اتفقنا في الاول ان انا عندي قوة داخلية، انا القاطرة مش العربية اللي بتتشد. زي ما بقول معاكم حاجتين مهمين، خلاص نفسي وخلاص المخدومين، ايضا الخدمة حب، حب لله وحب للناس. لو خدمة من غير حب ولا قيمة لها. لو عملت لنا اجدع مشروعات وعملت اجدع نشاط وما فيش حب، لا قيمة لها. فعشان كده مهم قوي ان احنا نهتم بانفسنا اولا، ويكون عندنا المحبة لله وللناس. لكن لو في واحد عايش بس بيحب نفسه وخلاص، وحتى بيخدم عشان نفسه، عشان يثبت وجوده، عشان يبان في وسط الناس، ده انسان بيخدم نفسه. هو انا اللي بحب نفسي بس، طب اخدم الاخرين ازاي؟ يعني انا لا يمكن اي خدمة هتنفع الا اذا كان الشخص ده بيحبه فاروح اخدمه. فيبقى لو ما فيش حبة حتى محبة، حتى لو هو تعبان ما بخدموش. المفروض ان الخادم او اكتر شخص دايما يفحص نفسه ودايما يراجع نفسه ويهتم بنقاوة قلبه ويهتم بحواسه وضميره، ده اكتر شخص. يعني طبعا احنا لما بنيجي ناخد خدام او كهنة او حاجة بندور على اعلى مستوى روحي اكيد. فالخادم هو اكتر شخص دايما يفحص نفسه يشوف انا فين، انا كويس، انا وحش، انا ماشي مع ربنا، انا لا انا بخدم صح بخدم غلط، وبيهتم بقلبه يكون نقي وحواسه طهرة نقية وضميره صاحي. فالخادم التائب اللي بيتوب يعرف يتوب غيره، مش كده؟ لو انا ما بتوبش ما اتوب غير ازاي؟ وطبعا اي خلاص للنفس لازم يبتدي بالتوبة يا جماعة. كنت بدور على خلاص نفسي يبقى التوبة، بدور على خلاص الاخرين يبقى التوبة، دي البداية. فان كنت انا مش بتوب اتوب الناس ازاي؟ الخادم عظمته مش في أنشطته ومشاريعه، الخادم عظمته في حياته الروحية ومستوى حياته الروحية. ساعات حتى الكاهن، حتى الكاهن يعني يبقى روحاني حلو وبعدين ينشغل بقى يقعد يبني كنيسة ويبني مش عارف ايه ويعمل نشاط ايه ويعمل ايه، تبص تلاقي حياته الروحية ايه ابتدت تتغير، ابتدى طبعه يبقى شديد، ابتدى يعمل الناس ما عرفش ازاي. خطر. فعشان كده مهم ان قوة الخادم في حياته الروحية، وامتى تكون كلمتك مسموعة وكلمتك يكون في لها ثقة فيك؟ لما تكون حياتك الروحية حلوة او حياتك الروحية نشيطة. مش عملت قد ايه، بنيت كم كاتدرائية وعملت كم نشاط وعملت كم مش عارف ايه، مش هو ده اللي هيخلي الناس
يثقوا في كلمتك أو يطيعوا كلمتك. إمتى يطيعوا كلمتك؟ لما تكون حياتك الروحية قوية، ما يكون لك علاقة شخصية مع المسيح وليك كده حياة روحية. ده هو المستوى اللي يخليك تبقى لك سلطان وليك جاذبية وليك إيه كلمتك تبقى موثوق فيها. ده أمور هامة جدا جدا. من هنا دايما الخادم قدوة، قدوة دايما دايما يا أحبائي. التأثير ما بيجيش بكثرة الكلام ولكن بالمثل وبالقدوة. حطوا في وسطنا كده إنسان متواضع وديع يبقى تأثيره أحسن من أي حاجة. فالقدوة هي أساس، والقدوة تأثيرها أكتر من الكلام بكتير. ومفروض أنا كخادم ببقى صورة المسيح. أنا كخادم أنا رائحة المسيح الزكية، يعني الناس تشم الريحة اللي فيا تنبسط أو يشتموا فيك رائحة المسيح. ده هو الخادم، صورة للمسيح، رائحة للمسيح. حياة المسيح ظاهرة فيا. أنا عارف إن الوقت من توقيته مش تمام والنوم بدأ، أنا لسه بقول يا هادي أبقى أعمل إيه أنا بقى؟ عارف إن يجي كده يجي المدرس يقول لهم قوم اقفوا شوية. الكنيسة الأولى، يعني أنت عندك مثلا أول إنجيل اتكتب مثلا في سنة 73 ميلادية ولا حاجة. أول إنجيل، إنجيل مرقس اتكتب سنة 73 ميلادية. المسيح انصلب وصعد للسماء قول سنة 33 ميلادية. يبقى عندنا كم سنة؟ 30 سنة مفيش إنجيل. أول رسائل من رسائل بولس الرسول برضه سنة كذا و50 ولا حاجة. طب الكنيسة كانت عايشة إزاي؟ وكان في مسيحية شكلها إيه؟ كانت مسيحية أحسن من عندنا 1000 مرة. ليه؟ المسيحية كانت عندهم حياة، عايشين المسيحية وعايشين بالمسيح. كل واحد فيهم رائحة المسيح الزكية، وكل واحد فيهم إنجيل. لسه الإنجيل ما كتبش، لكن أنت إنجيل وده إنجيل وده إنجيل. عارفين كلمة الإنجيل المقروء من الناس؟ أنت إنجيل تقرأ من الناس. عشان كده القدوة دي هامة جدا جدا، إن إحنا يكون لنا قدوة قدام كل الناس. لأن في كتير الأيام دي بيتصوروا إن هما ممكن يخدموا من غير ما يكونوا قدوة. يقول لك إيه أنتوا يعني عايزين إيه يعني؟ عايزيني في الخدمة أعمل لكم كذا أعمل لكم كذا، أعمل إذن أجي أجي أعمل مش عارف إيه، لك مالكش دعوة حياتي. أنا وحش، أنا كويس، أنا بعيد عن الكنيسة، أنا ما بتناولش، أنا بعد مالكش دعوة. إيه الكلام ده بقى؟ طب فين القدوة طيب؟ أقول الجملة التانية، كتير في هذه الأيام يتصوروا أنهم ممكن يخدموا دون أن يكونوا قدوة، وفاكرين شوية أعمال يعملوها بالخدمة ويتصوروا إن مفيش حد له دعوة بحياتهم. مفيش خدمة مؤثرة بدون قدوة حسنة. أقدم حياتي مثل وكلماتي قبل نشاطي أقدمه، وقلبي أقدمه الأول.
عشان كده مهم يا احبائي ان احنا ناخد بالنا من نقطه القدوه دي، حلوه او مهمه. يعني مثلا ايه، حد بيخدم مثلا، انك شاح نايمين دورك، افرض عندك درس عن الصلاه وانت ما بتصليش، قول لي بقى تقول الدرس ده ازاي؟ هتجيب الكتاب وتحضره، والصلاه هي كذا وكذا وكذا وخلاص، ولا حد يسمع لك كلمه، ولا عيل هيلتولك ولا طفل هيلتفت لك، حتى لو انت محضر احسن تحضير. لما تكونش انت بتصلي وعايش حياه الصلاه مش هتقدر تنقل الموضوع. افرض عندك موضوع عن القداس وعمال نتحايل عليكم ونقول لكم يا جماعه احضروا القداس، يا جماعه اعترفوا وتناولوا، مفيش. طب افرض جاي لك درس في مدارس الاحد عن القداس، في ناس بقى ايه الخدام بقى اللي انا بقول لك عليهم الشكليين دول، يقول لهم القداس يتكون من صلاه عشيه وصلاه باكر، ثم يبدا ما اعرفش بايه، ثم صلاه الصبح، ثم كذا ثم كذا، الى هنا المجد ابدا، يلا يا عيال روح. بس في واحد تاني حس بالقداس وجماله، وحس القداس انا ببقى في السماء، وحس بالقداس وصلوات القداس الجميله جميله جميله، بس ركز ركز، وحس ان وانا استاهل اخد كاسه يسوع ودمه، وجيت صليت وحاسس بالقداس وعارف يعني ايه قداس ويعني ايه صلوات وبهتم بالقداس. أما انت لما تيجي تقول درس في مدرسه على القداس، يا سلام، درس يبقى قوي. طبعا يعني يؤلمني ان يجي تلاقي خادم ماسك ورقه ولا ماسك كتاب وبيدي اطفال صغيرين، مش بتديهم دراسه، او هو مش مستعد. فعشان كده زي ما بقول لك ان فاقد، اذا احنا دايما حافظين الكلمه دي، فاقد الشيء لا يعطيه، مش كده حافظينها كويس، بس لازم ننفذها في حياتنا. عيش القداس، عيش الصلاه، ايه تعريف كنيستك؟ طب ما عمالين نتكلم دلوقتي على الناس اللي بيشككونا في الايمان ويشككونا في الايمان. طب يا حبيبي ما تدرس السابق ايه؟ ادرس عقيدتك وادرس ايمانك. وانت لما تدرس ايمانك ويجي لك درس بقى لاولادك، او يجي لك وانت بتفتقد سؤال في الحاجات دي، طب عارف مش عارف، مجرد حتى انا مش عايزك تخش في المعرفه العقليه بس، لكن عايش الموضوع وحسه ومقتنع بيه ومالي قلبي ومالي حياتي. فعشان كده برضو ارجع تاني واقول ان القدوة مهمة جدا جدا، ولا يمكن من غيرها هنقدر ان احنا ايه نتقدم لقدام. اصل الخدمة بتاعتنا يا جماعة مش مجرد شغل او مهنة، يقول لك يا فلان تعالى ايه، تعالى اشتغل الشغلانة دي، ايوه فلان تعالى اخدم الخدمه دي. لا، الخدمه عمرها ما هي تبقى مهنه او شغله، ولا الخدمه ابدا ان يعني في ناس ايه يعني عايز يلاقي نفسه فيجي يخدم عشان يلاقي نفسه، او يلاقي نفسه في وسط جروب كده حلو يعني اهو كده احسن من غيري. خلي بالك الاهداف الضعيفه دي مش هي دي الهدف الرئيسي زي ما اتفقنا. والخدمه ان انا مش عشان اجي اخد صيت، يعني انا بقيت الخادم الفلاني، او انا بخدم في الكنيسه الفلانيه، او انا بخدم مش عارف ايه، او انا عملت ايه مش ده اللي برضه الهدف. احنا اتفقنا ان في هدفين مهمين، الحب لله وللناس، وخلاص نفسي وخلاص المخدومين. أو إن أنا أخدم عشان أبقى معروف، يعني ما هو الخادم ده معروف، الخادمة دي معروفة. وفي بعض الأهالي، طبعاً مش عندكم أنتم، بعض الأمهات يزقوا بنتهم تخدم، يقول لك روحي يمكن يجي لك عريس. هو ده الهدف؟
ولو عشت مع ربنا صح هيجي لك احسن عريس. اذا ما فيش اي اغراض اخرى تخليني هو ده يبقى هدف الخدمه بالنسبه لي، او ليا شله معينه، ليا صداقه معينه، تعارف معين، لا ابدا. الخدمه حب نابع من محبتي لله، انا بحب ربنا قوي 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 عشان كده بخدم الناس. واحنا دايما عندنا ايه بتقول لك نحن نحبه لانه هو ايه احبنا اولا. فالخدمه نبع من محبتي لله، والخدمه عطاء مش اخذ. اوعى تدخل الخدمه لغرض معين ايا كان نوعه، اي مكسب معنوي او ذاتي او غيره او غيره، لا. خش الخدمه انك انت عايز بتحب ربنا وبتحب الناس، خش الخدمه عشان بتدور على خلاص النفس. الخدمة لابد أن يكون فيها التزام. يا جماعة إحنا الأيام دي بيعيبوا علينا، بقت عندنا حتة، آسف في الكلمة جدا، يعني حتة ميوع شوية، يعني مش جدية. يعني اللي يجي الخدمة يجي، اللي يغيب يغيب، اللي يجي متأخر يجي متأخر، اللي محضر محضر واللي مش محضر، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده. يبقى فين الالتزام؟ فلازم الخدمه يكون الواحد يبقى شاعر ان فيها التزام. والتزام في كل حاجه، في حياتي الخاصه، في معاملاتي، التزامي في مواعيدي في الكنيسه. طب ليه الشباب يجي القداس متاخر؟ طب ده عدم التزام يا جماعه. ليه خدام تبص تلاقيه يجي في نص الخدمه مثلا؟ ليه خدام وخدمات مثلا ما يحضرش الدرس؟ طب انت ازاي يعني عايز تخدم يعني؟ هي منجهه وخلاص؟ ولا مظهره بس؟ ارجوكوا الخادم ملتزم التزام، لان دي امانه مديها لي ربنا. أنت تعرف مثلا إيه؟ كل المخدومين دول ولاد مين؟ ولاد يسوع. فيجي ربنا يسوع المسيح يقول لي ممكن تخدم ولادي؟ أقول له يا سلام، وأنا طلب خدام عندك أخدم ولادك؟ فأنا الخادم يعني خدام. أنا خدام ولاد يسوع. أنا خدام ولاد ربنا. وأنا طول أبقى خدام عند ربنا. فإذا الخدمة أمانة أعطاها لربنا، يجب أن أنا أكون أمين جدا فيها. أنا مش أجير يا جماعة. يعني إيه الأجير؟ الأجير يجي يشتغل شغلة ياخد أجرته، وممكن يتعب ويعمل عشان ياخد الأجرة. لكن إحنا مش كده، إحنا خدمتنا حب في حب. وحتى لو كانت الأجرة معنوية، لا. يعني ايه معنوية؟ يعني الاقي نفسي زي ما قلت لكم هاخد مركز، حد هيمدحني، مش عارف ايه. لا، انت مش اجير، انت جاي تحب يسوع، ومن كتر حبك ليسوع بتخدم. فاحنا مش اجراء، ولكن احنا ايه؟ خدام ليسوع. عايز انبهكم لحاجه، ساعات الانسان يبقى عنده حته ذات شويه، فالذات ديت ممكن تضيع منه كل حاجه، تبقى اكبر معوق في الخدمه. بص الإنسان ذاته كبرت شوية، يبص يبقى وصل لدرجة إيه بقى؟ مش عايز يسمع كلام حد، مش عايز ينفذ النظام، مش عايز يخضع لنصيحة، مش عايز كذا.
وبعد كده شوية شوية بقى لو يعني الدنيا ما جاتش على مزاجه عشان عنده ذات، هي ممكن يسيب الخدمة ويمشي. يقول لك أصلهم يعني هناك ما أنا ليا آراء وليا اتجاهات وليا نظام، وما بيفهموش حاجة. احترز من الذات اللي بتدي بقى الإنسان إيه يتنفخ ويقعد إيه لا ينصت لنقاش ولا توصية ولا إرشاد، ويبتدي يضيع خدمته. أنا بنقل لكم بس شوية نقط كده عشان عارف. لما ربنا يسوع المسيح أرسل التلاميذ أرسلهم إيه؟ اثنين اثنين، مش كده؟ ليه؟ مين يقول لي ليه؟ أرسلهم اثنين اثنين، ليه؟ ليه؟ مين يقول لي ليه؟ يعني انتوا يا عم موصينهم توصيه ولا ايه؟ ان هم ما كلموش، خايفين منكم؟ ما كانوا بيهيصوا دلوقتي عشان ايه؟ اقول عشان ايه؟ مين بيوم؟ عشان ايه؟ حد قال الحاج؟ اثنين خير من واحد، ماشي. عشان يقووا بعض. يقووا بعض، برافو جدا. وايه كمان؟ دي حاجة مهمة اللي هيوصل لها بقى. واحد تعب يسندوا بعض، برافو، يسندوا بعض، صح. في حاجة مهمة كمان اللي هي الإنسان ما يبقاش أناني. أصل كتير جدا جدا مننا يبقى عايز يبقى هو يخدم لوحده وهو الأوحد. أما لما يكون معاه اتنين يتعلم التواضع ويتعلم الحب، تعرفوا إن ممكن في خدام يخدموا في مكان ما وما بيحبوش بعض، يبقى كل الخادم ده جميل جدا والخادم ده جميل جدا، الخادم ده جميل لوحده كده، لكن لما تحطه مع كأني مع زميله ده بيشوكه، مش عايز اثنين، ما عندوش محبة. ويقول لك بقى حجج بقى، أصله ضعيف، أصل كلامه، أصل صوته واطي، أصل مش عارف إيه، حجج اللي ما بيحب، اللي ما عندوش محبة. فاتنين اتنين عشان نحب بعض، ولازم إحنا يكون بنحب بعض صح ونفضل بعض. لكن لما يبقى إنسان عمال ماشي أوحد كده ومش مهم غيره، ما تنفعش الخدمة، لازم تكون روح واحد وقلب واحد. فأرسلهم اتنين اتنين وقال لهم كمان ايه؟ اطلبوا من رب الحصاد، يعني صلوا. طب مين فيكم بيصلي من أجل الخدمة؟ مين فيكم بيصلي من أجل الكنيسة؟ مين في طب مين فيكم لما سمع ان البنت دي مش صلى في بيته كده بدموع من أجلها؟ طب ايه الفايده؟ اذا كان المسيح وصانا قال لنا صلوا من اجل الخدمه، قال لك اطلبوا من اجل، قال اطلبوا لكي يرسل الله فعل الحصاد، رب الحصاد يرسل. فربنا موصينا احنا نصلي من اجل الخدمه، من اجل ربنا يبعت خدام كويسين وخادمات كويسين. فدي مهم قوي ان احنا نصلي دايما من اجل الخدمه. اذا كان القداس بيعلمنا كده، يطلع الشماس كل شويه ايه؟ الشماس اللي في الهيكل ده شغلته ينبه الناس. خلي بالك في القداس، الشماس اللي في الهيكل ده شغلته كده. يقول لهم صلوا. قفوا. انظروا للشرق. اسجدوا. بينبهكم بينبه الشعب. يقول لهم صلوا من اجل البابا. صلوا من اجل الكهنه. صلوا من اجل الكنيسه. صلوا من اجل الشمامسة، صلوا من اجل الخدام، صلوا. القداس بيعلمنا كده ان احنا نصلي من اجل الكنيسه ومن اجل الاكليس ومن اجل الكنيسة.
القداس بتاعنا جميل. اي حاجه تلاقيها في الكتاب المقدس هتلاقيها جوه في القداس بتاعنا. القداس بتاعنا حلو. حاجه كمان اقول لكم عليها عشان ايه ما نطولش عن كده. اخاف قوي 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 ان احنا نبقى سبب عدم وصول النعمه بتاعت ربنا في الخدمه. خلي بالك ان انا ربنا بيستخدمني. طيب يعني او مثلا يعني اقول مثلا ايه بيتكل عليا مثلا، هو بس مش عايز يتكل على حيطه مائله بقى. لما يكون نعمه ربنا جايه كده من السماء عشان ليه مخدومين دولت، بس هتيجي عن طريق الخادم. افرض الخادم ده لو ما هو مثلا النعمه ده جايه في ماسوره مثلا، افرض الماسوره دي مصديه ومسدوده، اكون انا سبب ان النعمه اللي ربنا عايز يديها للمخدومين، اكون انا في السكه معطل، امر خطر. طب الماسوره المسدوده دي عامل فيها ايه؟ عايزه تتجلى وعايزه تتنضف، عايزه اقدم توبه صح وتوبه مظبوطه وتوبه نقيه وتوبه حاره عشان انضف، عشان لما النعمه تيجي توصل للمخدومين بسهوله. لكن عمر ما يكون ايه بقى بقى مش عايز ان احنا نكون في السكه سبب تعطيل النعمه لاولادنا، يبقى دي خطيه كبيره جدا. لا دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون لجعل. اخر حاجه اقولها لكم، هل احنا بنخدم مضطرين؟ يقول لك الخدمه لا عن اضطرار، يعني مش مضطر. احنا يا جماعه جبناكم قلت لكم لازم تيجوا غصبا عن عينيكم وتخدموا. خدمه مش مضطرار، ولكن ايه؟ عن حب وعن رضا. فساعات انسان بيشتغل في الخدمه كده كانه مضطر او مجبر. لا، تبص الخدمه بالنسبه له ثقيله. طب ليه يا ابني؟ هو حد جبرك؟ محدش غيرك جبرك. ان كان الخدمه دي مش مناسباك ممكن خدمه تانيه تناسبك، لكن بلاش الانسان يجي خدمته ايه وهو يعني حاسس ان خدمه تقيله، وحاسس ان هو جاي بالعافيه، وحاسس انه عايز يخلص الخدمه ويخلص. لا، الخدمه بتاعتنا فيها حياه جميله، وفيها حب حلو، وفيها عطف وفيها حنان، وفيها توافق بيننا وبين بعض. تبقى الخدمه طالعه بروح، روح مسيحيه حقيقيه. فاذا الخدمه بتاعتنا ليست عن اضطرار ابدا، ما تبقاش خدمه ثقيله وعبء تقيل عليا. ده ربنا يسوع المسيح هل حد جبره ان هو يجي ياخد جسد انسان ويعيش معانا ويتصلب على الصليب ويتبهدل على الصليب؟ ده حب، حب منه بس، ما حدش يجبره. ده محبته، يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه. فانا عايزك برضو ايه تبقى خدمتك من اجل السرور، ويبقى خدمتك فيها عطاء بدون شروط. مش في ناس بقى لها شروط كده في الخدمه، لازم عايز ياخد المركز معين، عايز يحب الزهور، عايز يقعد يمدحوه، عايز لكن خدمتنا هي خدمة غسل الأرجل،
خدمتنا هي خدمة غسل الأرجل. المسيح قال إيه لما غسل أرجل تلاميذه؟ قام كده وراح إيه جاب طشت وجاب المية وغسل رجلين تلاميذه. وبعد ما خلص غسل رجلين التلاميذ قال لهم إيه؟ إذا كنت أنا السيد والمعلم، ده المسيح بيقول كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أنتم أيضا أن تغسلوا أرجلكم أرجل بعض. دي وصية. وبرضو تلاقي دي موجودة في الكنيسة عندنا. الكنيسة بتاعتنا دي جميلة بشكل. يقول لك اللي في الطقس بتاع خميس العهد ولا عيد الرسل اللي احنا بنعمل فيه الآن، يقول لك مين مكتوب كده في القداس في الخلال مين اللي يغسل الرجلين؟ يقول لك لو ما فيش كبير الكهنة، ولو ما فيش لو الأسقف موجود يبقى الأسقف هو اللي يغسل الرجلين، لو البابا موجود يبقى هو يغسل الرجلين. عمرك شفت كده في اي في طقوس الكنيسة عندنا يجي كده الأسقف قاعد يقول لك قول له روح يا ابونا اغسل رجليهم وتعالى؟ لا، لازم هو اللي يبتدي. ده طقس الكنيسة كده متاخد من 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 الكتاب المقدس. يبقى اذا احنا لازم يبقى خدمتنا غسل الارجل بالرضا وبسرور. اي نوع من الخدمه ايا كانت، اي نوع من الخدمه مهما كانت. لما تعرفوا ان كان في بابا من البابوات كان يقوم بدري يروح يغسل دورات المياه بتاعه البطرخانه، هو اللي ينزل الصبح بدري وبسرور. لكن اوعى تكون خدمتك عن اضطرار، او انت جاي بدون يعني بدون حب، او جاي كده وخلاص، او جاي كده تقليد لغيرك. احترس. انا مش عايز اكتر عن كده، لكن حطوا في ذهنكم شويه النصايح دولت. وهو الكلام اللي انا بقوله ده كله بقى هو ده اللي بيخلي الخادم يمشي شويه ويقف. لو ما عندوش كل الكلام انا قلته ده هيبقى عامل زي الايه؟ فاكرين اول حاجه قلتها؟ عامل زي عربيه القطر اللي زقيناها تجري وشو شو 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 تيجي واقفه، عشان ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش حراره، ما فيهاش موتور، ما فيهاش، مش زي القاطره. لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار يقول لي.